في يوم من الأيام أبو الدرداء من هو قاضي معاوية على دمشق، قاضي هو، وهم يذكرون أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو الدرداء حكيم أمتي. هم يذكرون في يوم من الأيام هذا الرجل أبو الدرداء يشوف أنه يبيع ذهب بذهب، الصاغة اللي في السوق يجب أن يلاحظوا الذهب، إذا بعتوا بالذهب يجب أن يكون الوزنان متساويين، ماكو فرق هذا ذهب جيد أو ذهب رديء، تبيع الجيد بالرديء بتفاضل، هذا ما يصير، هذا حرام، هذا ربا. ليش؟ ما علينا بذلك. ليش؟ الله قايل حرام، احنا شعلنا، نحن موظفون بالإطاعة لله، والفلسفة أيضا مذكورة في محلها، لكن فهمنا أو لم نفهم هذا لا يهم. التعبد لله، معاوية باع ذهبا بذهب متفاضل، يعني أفرضوا كيلو مقابل كيلو ربع. أبو الدرداء كان قاعد، قال له إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم هذا، هذا حرام، ليش تفعل هذا العمل وأنت خليفة المسلمين؟ فقال معاوية أما أنا فلا أرى بذلك بأسا، النبي يقول حرام أما أنا ما يخالف، مو مهم. الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بصلحه عرى هذا المنهج، فضح هذا المنهج، وإلا إذا هذا المنهج ما كان يعرى الدين كله كان يذهب، الإسلام كان يصير مثل المسيحية. المسيحية الآن شنو؟ اقرأ كتاب ماذا في كتب النصارى، شنو المسيحية؟ المسيحية يقول عيسى ملعون، أعوذ بالله من ذلك، هذا الآن موجود في الكتاب المقدس. أنتوا الآن أخذوا الكتاب المقدس، رسالة بولس لأهل غلاطية يقول كل من علق على خشبة فهو ملعون، وعيسى علق على خشبة فهو ملعون. هذا المسيحية، إحنا نقول أنه كان صديقين، الكتاب المقدس يقول عيسى ملعون، هاي هي المسيحية. المسيحية تقول الله واحد وثلاثة في نفس الوقت. المسيحية في الكتاب المقدس، اقرأ كتاب ماذا في كتب النصارى، في هذا الكتاب يقول، يذكر المصدر من الكتاب المقدس، يقول أن النبي الفلاني زنى ببنتيه، هذا في الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس يقول عيسى كان يشرب الخمر ويوزع الخمر، الإسلام كان يصير مسيحية. هذه الأقدمون قاموا بوظيفتهم، الإمام المجتبى قام بمهماته، الشيعة الأوائل قاموا بمهمتهم، إحنا الآن موظفين أن نكشف حركة النفاق. تبري يعني شنو؟ عندنا تولي وعندنا تبري، عندنا لا إله وعدنا إلا الله، عدنا من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، تولي جزء، التبري أيضا جزء. الابن يجب أن يفهم هذه القضايا، مو يخرج لا يعرف شيئا بعدين يصادق عدوا من أعداء الله، هو يصير عدو من أعداء الله. هذا الأب لازم يعلمه، الأم لازم تعلمه.